وللحديث عن انهيار القطاع الزراعي ومسؤولية الأحزاب السياسية والحكومة عن الفشل بإدارة هذا القطاع وأثره على سلة العراق الغذائية، معنا عبر الهاتف من بغداد الباحث في الشأن السياسي كاظم الحاج. أهلا بك معنا سيد كاظم. حياكم الله سيدي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا بك سيد كاظم. بداية، فلاحو محافظتي المثنى وميسان يتظاهرون كما تعلم احتجاجا على الواقع المأساوي لقطاع الزراعة، ما هو سبب إهمال هذا القطاع الاستراتيجي الهام برأيك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الفاضل ولكادر ومشاهدي الرافدين. ما لا شك في، تفضلتم بكلمة مهمة جدا حقيقة، وهي مسألة استراتيجية. هذه استراتيجية في كافة قطاعات الدولة التي تهم حياة المواطن وأمنه الداخلي والخارجي، حقيقة لا توجد لها خطط على مدى يعني محدد بسقوف زمنية. وبالتالي القطاع الزراعي وكذلك القطاع المائي أو السياسة المائية أو السياسة الزراعية هي أيضا لا تختلف عن باقي القطاعات في الدولة العراقية من ناحية التعامل معها من قبل هذه الحكومة والحكومات السابقة، وحتى على مستوى البرلمان والكتل السياسية في أن يكون هناك خطط مستدامة، فضلا عن خطط استراتيجية مبنية على أسس واقعية في كيفية التعامل مع المشاكل التي ممكن أن يعني تعترض هذه المشاريع. أضف إلى ذلك سيدي الفاضل أن هذين القطاعين المهمين الزراعي والمائي الذي يعتمد إحداهما على الآخر، الحكومة الحالية وكذلك الحكومات بصورة عامة حقيقة منذ عام 2003 إلى الآن لا تتعامل على معها على أنها أساس أولوية بالنسبة للمواطن العراقي، خصوصا أن الاقتصاد العراقي الآن يعتمد فقط على النفط، وبالتالي القطاع الزراعي ممكن أن يكون رديف كبير جدا لواردات الدولة وخزينة الدولة، لكن للأسف الشديد لم نرى أن هناك اهتماما حقيقيا وواقعيا وفعليا من قبل اللجان المختصة أو مجلس النواب بتشريع قوانين تخص هذين القطاعين، أو حتى على مستوى وزارة الموارد المائية في توفير الحصص المائية الخاصة للفلاحين من أجل أن يكون هناك تأمين يعني المياه من أجل ري المحصولات المحاصيل التي ممكن أن يعتمد عليها المواطن العراقي والشعب العراقي، خصوصا أن العراق بإمكانه أن يذهب باتجاه يعني ممكن أن يصل إلى الاكتفاء الذاتي بمحاصيل مهمة جدا كالحنطة والشعير وكذلك الرز، لكن للأسف الشديد يعني كما قلنا سيد الفاضل لا يوجد اهتمام. وأيضا حقيقة هناك قصور من أصحاب الأراضي وكذلك هناك قصور من الشخصيات المهتمة بهذا الأمر بأن يكون هناك تركيز على هذه الحاجات، وأن لا ننتظر أن يكون هناك شحة أو موسم جفاف ومن ثم ننتظر أن يكون هناك رفع للصوت أو المطالبة، لابد أن يكون هناك استمرار بوضع هذه الملفات المهمة على طاولة الحوار سواء إعلاميا كما تتفضلون الآن أو حتى على مستوى الوصول إلى البرلمان والجهات المسؤولة. طيب سيد كاظم، إذا أردنا يعني الحديث هنا عن تأثير الملف الخارجي على هذا الملف، إلى أي مدى يساهم أو ساهم فعليا فقدان القرار السيادي والضعف أمام دول الجوار، وخصوصا أقصد هنا إيران لا سيما بما يتعلق بالحصة المائية، إلى أي مدى ساهم في حدوث انتكاسات في القطاع الزراعي في البلاد؟ للأسف الشديد سيد الفاضل، يعني كما قلنا في بداية الكلام أنه لا يوجد هناك خطط تنموية مستدامة وبسقوف زمنية محددة من أجل تحقيق أهداف محددة. هذا فيما يخص كافة القطاعات والاتجاهات في الدولة العراقية، وخصوصا على مستوى أن يكون هناك أيضا إيجاد سياسة ومعالجة لشحة المياه سواء من إيران أو من تركيا. فيما يخص إيران، يعني الماء الذي يدخل إلينا من إيران يقدر ب 7% من مجموع واردات الدولة العراقية من الماء، وما يدخل إلينا من تركيا يقدر بتقريبا ب 70%، وما يدخل إلينا من سوريا يقدر تقريبا ب 4%، وبالتالي هذه يعني النسب هي من تعطي الأولوية في كيفية التعامل. لابد أن يكون هناك وضع يعني سياسة مالية لدول الجوار وخصوصا الدول التي تعتبر منبع والعراق يعتبر نصب للأنهار أو الروافد التي تنبع منها، وأن يكون هناك يعني شفافية في التعامل مع هذا الملف، لأنه ملف يمس حياة المواطن، يمس وجود المواطن، يمس يعني السلة الغذائية للمواطن العراقي. بالتالي
هناك قصور واضح سيدي فيما يخص يعني التعامل مع هكذا يعني ملفات مهمة، وللأسف الشديد هذا الأمر ينعكس على كل احتياجات المواطن، ليس فقط الزراعية يعني الصحية التعليمية التربوية غيرها من القطاعات المهمة جدا، وهذا أمر مؤشر الآن على العملية السياسية والكتل السياسية، والكتل السياسية تعوف أو تترك حقيقة هذه الملفات المهمة جدا وتذهب باتجاه التنافس أو التسقيط من أجل الوصول إلى سدة الحكم ومن أجل الاستمرار في الحكم، ليس من أجل إيجاد حلول نعم سيد كاظم، هنا السؤال، يعني هذا التقصير الواضح في هذا القطاع وفي التعامل معه، هل هو ناتج عن قصور وإهمال لهذا القطاع أم أنه ناتج عن تقصد في لربما تدمير هذا القطاع لربما لأجندات خارجية؟ لا حتما، يعني مسألة أن يكون هناك تعمد بالشكل الذي نراه الآن في العراق أعتقد أن هذا الأمر مستبعد، لكن هناك إهمال باعتبار أن المسؤول أو زعيم الكتلة أو زعيم الحزب أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الحكومة أو الوزير المختص هذا الملف لا يعتبر له أولوية، أولوياته غير هذه يعني الأولويات التي تخص المواطن. هناك فرق بين أو تمايز حقيقة ما بين أولويات الشعب العراقي بكافة مستوياته وما بين أولويات الحكومة والجهات المسؤولة عن إدارة الدولة العراقية، ولذلك نرى هذا يعني البون الشاسع فيما يريده المواطن وما تخطط له الدولة الحكومة. هناك إهمال وإهمال واضح، والإهمال الآن يعني حقيقة يرى بالعين المجردة ويلمس باليد على مستوى زراعة، على مستوى شحة في المياه، على مستوى صحي في كل القطاعات كما قلنا هناك إهمال، وإهمال أصبح يعني يؤثر على وجود الإنسان العراقي أو على وجود الشعب العراقي. إذا أردنا أن يكون هناك تصحيح لابد أن يكون هناك تصحيح لهذه السياسات وأن يتحول رجل السياسة إلى رجل دولة، وهذا الأمر أعتقد في ظل الظروف الحالية والحساب الموجودة والأحزاب الموجودة الآن هذا أمر يعني ربما لا أستطيع أقول بعيد المنال لكن يعني ربما مستبعد بالنسبة أو بفترة زمنية محددة. لذلك هناك إهمال سيدي الفاضل، ربما يذهب هذا الإهمال أو يصل كما تفضلتم إلى حد التعمد غير المقصود. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد الباحث في الشأن السياسي كاظم الحاج، شكرا جزيلا لك.